السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله، صلاة عليه والسلام. عندي طولت معاكم، شحال ما حليتش القناة تاعي. اليوم أنا جيتكم بالوصفة تاع المقيرطات بالتمر. جيت عيانة واستمرت ودوكانت الحمد لله، وإن شاء الله تكونوا قاع نتوما ملاح. ومع هاد الأيامات راهي كثرت لا غريب، كثرت الكورونا، إن شاء الله ربي يشفي كل مؤمن. هذا ما كان. دوك نبدا معاكم طريقه تحضير المقيرطات بالتمر. هنا نديرو زوج كيلات، انا نكير بهذا زوج، نعم كيل زوج تاع دقيق موايان. انا توجور ندير سيم دوك. نزيد معاكم واحد ليدان، هادوك نحطو كلش هكا، نزيدو واحد ليدان، هنا رانا درنا دو ميزور تاع هذا تاع لاسيمون موايان سيم. انا ندير توجور سيم، واحد فارينا ونص معلقه تاع القهوه تاع الملح، ونزيدو دوكا اون ميزور تاع الماء الزهر. فوالا نفرغوه كاع هكا ونخلوه، بصح ما تخافوش يشرب، نخلوه هكدا بعد نعاودو نولو به. نغطيوه ونخلوه حتى يرتاح شويه. وهنايا كنت وجدت تمر، هنا درت له القرفه ووسيتو بشويه ماء، زدت له مع الاخر هكذا شويه زيت، انا نحب نزيد له الزيت باش يجي يلمع، ومن بعد نكملوا الوصفه معكم. هاي ديك هنا بعد ما خليتها ارتاحت، شوفوا شربت كامل، يعني تخافوهاش. وما ها شوف يجي طري، ماشي هنا نبدو حبيبات. هنا كنت وجدت تمر، هاوليك
سهلا سهلا. بيرطات صغيرين، بعد نقليوهم ونديروهم في العسل. نوريهم لكم في صحن التقديم. هنا درت شويه بكفارينا هنا باسكو تلصق شويه. دوك نبدا معاكم نقطعو هكدا حتى يبان التمره. نعم ديروهم العشيه بلا تاي. تلعب لالجيري ان شاء الله تربح. 1 2 3 فيفا لالجيري. نزلوا لي ثلاثه امريكا هنا درتهم مي تقلاو، ومن بعد نديروهم في العسل. لازم تكون سخونه هاي ديك العسل، لازم تكون سخونه ماشي بارده. ومن بعد نوريكم في صحن التقديم. امريكا المقرطات بعد ما وجدوا انا زينتهم بالجلجلان، وانتم زينوهم بواش حبيتوا. ان شاء الله يعجبوكم ودعموني بجام. بارك الله فيكم. نسيي معكم حبه، نسيي معكم حبه ونشوف جات مع السلعه تشهي.